لا توجد مقارنة بين الحكومتين، ربما تكون حكومة السيد السوداني مع كل ولاءاتها أو مع كل سيطرة الإطار التنسيقي عليها أقل وطأة على أمريكا من السيد عادل عبد المهدي، وما ذهب إليه بفتح محور جديد مع الصين والذهاب إلى شركات كهرباء عملاقة، وربما بدأ يظهر نفسه بعيدا عن المحور الأمريكي. نعم هناك سياسة توازن تتبعها أمريكا، هي لا تريد الحكومة بالمطلق أن تكون تحت سيطرتها وهيمنتها، فهي لا تريد ولا تؤمن بسياسة المحاور، لكن أيضا هي تريد من السيد السوداني أن يكون أكثر قوة خاصة أمام الفصائل والضغط المسلح الذي تمارسه هذه الفصائل بعدة ممارسات، يمكن قسم منها مارس الضغط على القصف على بعض القواعد الأمريكية، ربما بعض عمليات تهريب الدولار إلى دول الجوار كانت تحت جنح الليل، ولكن الدافع منها هو تمويل إيران العسكري. إذن هذه الأمور لا تسقط السيد السوداني، ولكن لا يستبعد أن يكون هناك لا نقول تهديد وإنما تبويخ شديد اللهجة سيلاقيه السيد السوداني بذهابه إلى واشنطن. نعم. لأن أمريكا لا زالت قلقة ولا زالت غير راضية من الوضع في داخل في الساسة العراقيين، خاصة فيما يخص عملية الولاءات إلى الجانب الإيراني.